والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. وعودة مرة أخرى وقفة أخيرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا صحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة والجو فيها يكون حار. في الأسكندرية 29-21 الجو فيها مائل للحرارة. في مطروح 28-21 الجو فيها أيضا مائل للحرارة. في بورسعيد 29-22 الجو فيها مائل للحرارة. في الإسماعيلية 38-22 الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 37 درجة والصغرى 21 والجو فيها حار. أما في العريش فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 21 الجو فيها حار. في طابة 36-23 والجو فيها حار. في شرم الشيخ 38-27 الجو فيها حار. في الغردقة 35-25 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة والصغرى 25 والجو فيها حار. في أسوان 39-28 الجو فيها حار. في الوادي الجديد 37-24 الجو فيها حار. في شلاتين 36-26 الجو فيها حار. في حلايب 33-27 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.